بخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، عيد مبارك سعيد، تعيد وتعاود يا لله. كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي هو هذاك، صحتكم كلشي مزيان، تكونوا بخير على خير. انا اليوم العيد يا لله، اليوم العيد، حيت عيد بوحدها. فقط لقيت خليت مازال الدراري في عرفت شنو فيقني غير حيت كاين انا ساكنه حدا المقبره، كاين داروا هنا داروا شي جامع ولا المهم البلاصه فين كيصلوا العيد حدايا بلاصه تلقى معايا دروك كيدير دوك البافات وداك الشيء، كنسمع كل شيء فيه قنينات لالا ضربت ربح تدويشه قلت لالا، عطيت الدجاج ديالي وكلت عطيتهم الماء عطيتهم ياكلوا حيت انا اللي كاينه في الدار صافي انا اللي غادي نتكلف بهم. قلت لكم نوض ضربت ربح تدويشه، سللت بالماء، درت المكياج ديالي، الدراري باقي الناس اللي حد الان تحتيهم ما فاق. شنو اخر دابا جيت هنايا غنسخن الماء باش نعمر اتاي وقويت الماكينه مع البيت ديالي مظلمه ما بغيتش فيه قدراري. ما شفت كاع شنو درت، والله ما شفت شنو درت. الماء خربقت الماكياج وصافي داك الضو داكشي اللي كيبان ليا وصافي درت قضيت به الغرض. نتوما صافا لاباس عليكم بخير؟ المهم اول عيد غادي ندوزو مع وليداتي بوحدي، انا ندير لهم الفطور ومن بعد نحط راه غادي تجي عندي نورمال مخرجه حتى خديجه ما كاينش شمها كاينه غير بوحدها في هذا العيد. انا غادي تجي تعيد معايا نتوانسو انا وياها، فهمتوا؟ هي وحده وانا بوحدي جيت تعيد معنا نتوانسو، وهذا الشيء هو نتلاقاو من بعد. شفت انا عمر انتوا معايا ملي درتو انا حان نشاركو شوفو هذا العيد كيفاش غادي يدور، شكون غادي يجي عندي، شكون غيتسول فيا، شكون غادي يتسول فيا، انا عارفه حتى شكون ما غيسول فيا، مي سي با غراف، فهمتوا؟ يلا. وهنا راه خليت كلشي باقي ناعس، ما بغاوش يفوق، عيت نفيق بعدا في اياد باش ينوض يمشي للصلاه ديال العيد، ما بغاش يفيق ليا والو، عيت مع نفيق فيه نوض والو. الوغ مشيت البنات نزلت بغيت ندير نوجد انا باش نخلو الفطور واجد، نورمالمون ما كاينش صلاه العيد، انا ما كنمشيش ليها نكذب عليكم، انا دابا اليان ما كيمشيش ليها، اخر مره مشيت لها هي هذيك مع اليان كينعذبني تما، فقسني قلت بلاش بالناقص اختي الا غنتفقس انا بلاش كاع نصليها في الدار. المهم اصلا ما غاديش نمشي لها، دابيتود كيمشي على هو واياد وكيخلوني انا، كيجيو كيلقاو الفطور واجد موجد اليوم ديجا الفطور، نورمال العيد الكبير والعيد الصغير بجوجهم. مي دابا ما كاينش الصراحه اللي يمشي، وما كاينش اللي زعم اياد يمشي، ايوا سي بون ما بقاش مشى، فاق معطل فاق لقاهم صلوا. انا درت اتاي ديالي وجدت هو الاول مع كنخليه كيطلق. بالنسبه للناس اللي كيقول لي اتاي كيتشحر، نورمالمون البنات الا جينا اللوجيك اي حاجه خضراء راه ما كتشحرش، فهمتوا؟ اي حاجه كتكون خضراء اللون ديالها خضراء ما كتشحرش، بحال القزبر راه ما كيبغيش يتشحر، كنديروه في الاخر ديال الطاجين الماكله باش نذكر بها حنا الله يهدينا المغاربه وصافي. النعناع راه ما كيبغيش يتشحر، اتاي ما كيبغيش يتشحر، نورمالمون راه غير تشحر راه كيفقد الفوائد ديالو، نورمالمون كنكبوا عليه غير الماء السخون وكنخليوه يطلق. وجا واحد اتاي خطير، انا كندير النعناع ومنطو مع اتاي، انا السكر نورمالمون ما كنديروش، مي اليوم درت سبيسيال مع ماشي بوحدي فتره بوحدي، درت واحد نص سكاره ودرتها فيه هو الاول وخليته كيطلق على تسعة، درت ليه الماء طيب وخليته كيطلق على تسعة مزيان 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 باش فاش نبغي نحطو القضيجه واجد. صراحه جا اتاي معتبر، جربوا هاد القضيه غير حيدوا منكم القضيه ديال الطبيخ، راه حتى الوالده كنقولها لها كنقولها راه ما اتاي ما كيطبخش، وفاش ما كيطبخ كيجي زوين كتخليه كيرتاح مع راسو. انا دوك المسيمنات اللي قال البنات ما كيدرتيهم في الاول كلاود، نقول لكم انا ما فياش بين خرج المقله ما بقيتش قال على المقله نكذب عليكم، كقلب قلب قلب هكا الاول كلاود درتهم فيها كيسخنوا نيشان على جهه واحد بجوجهم كيسخنوا في نفس اللحظه الفوق والتحت. وهنا درت طلق شويه تاع البخور في الدار حطيت الفطور تدك الحلوه اللي كنت حاطاها في الثلاجه خرجتها نسيمنات سخنتهم، سخنت البغرير اللي كان باقي عندي في الكونجيلاتور من رمضان، عمرت الكويس ديال اتاي ديالي، وهنا كانت عندي خديجه المكافحه حتى هي حيت الويده ديالها ما كايناش ما فاطراش امام عيداش هنا لذا عيدات معايا. عمرت كويس تاع اتاي دابا غنفطروا. جا عندي عبد اللطيف، كي راه سي عبد اللطيف لاباس عليك؟ سلم مرحبا بكم، عيدكم مبارك سعيد. جا مسكين شاف مو مستعمة ما كايناش، ما كاين لا الا لا ما كاينه بوحدي. اي الله يعطيك الخير. تعرفي جا شاف عمته واحد المرايه مورا على مزيتها مقلقه. ها خديجه السلام عليكم، مبارك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله تبين لاباس عليكم، نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وحنا جينا ندوزو مع حياة هي بوحدها ولا بوحدي، وقلنا لها ما عندها حياة اي طياره ما كايناش مسافره. وها خو خديجه مكافحه قولي السلام عليكم، ما كنت تزنزن قولي السلام عليكم.
هذه شو خليت صاحبي جوج وهسه اياد. السلام عليكم. السلام عليكم. صافي اسكت وتمسمر. المهم هي الطبيله ديالي. يلا كلش تسناو فيا كولو. كل شي شاف الكاميرا وتمسمر بقاو يهضروا. هذاك البنات ولد خالي عبد اللطيف جا مسكين يطلع علينا الله يخلف عليه جاي يسيدي وبرك العواتر. المهم طلقنا باقي ما فطرناش حيت قلت لكم البلاصه اللي كيصلوا العيد راه كاينه حدا الدار ديالي. اي واحد جاي كيطرقني انا الاولى اللي من العائله بعدا صافي. ومسكين قلت ليه جلس فطر معنا. جات خالتها وطلع لينا. انا الصراحه ما خرجت حتى بلاصه هذا العيد على قيتاش عندي إليان ما عنديش لي قابلوا ليا ما عنديش مره كنخليه نورمال مع الا وكنخرج مشو غير انا واياد. مي هذا العام دازت هكا حتى العيد الكبير ان شاء الله. هذا العام داز هكا داعي عيد الفطر. مي مفطرنا إليان يلاه فاق من نعاس. إليان يلاه انا عمرت كحولات ماما الفنكحل كاع فضت فضت بالكحول. ها إليان فاق. إليان يلاه فاق وشوفوا شكون جا عندي. ديك الساعه جا عندي خالي وولد خالي ودابا ها هو علي السي علي دابا جاي يطلع لنا يبرد لي العواش. جلست فطر واقف كتاكل الحلوى بالسكول. هاد عطيك اتاي بلك اتاي تبارك الله تما خير فطرنا الله يجعل البركه. انت ما كديتي يطلع عليها فطر عندها. لا جاي يجعل البركه محلي. شوفوا يا وي حضر صغار هي محلي. هو محلي عالي كتب راسه كيحب راسه عليه. قول ليش عندي مغير راسي بركه واشير عينو عليك تبارك الله. ها إليان إليان يلاه فاق يلاه هو بيفطر مازال ما بدل شي حوايج ما هو يلاه فاق اسم بدل الزين صورتي تا تبارك الله على السي علي عرفت انا كنت لك كي كنت نصور معاك في الصاله. انا شي قولي الخطبه كامله كلها هي فيها 17 دقيقه الايمان فيك الايمان الدالي. احنا كنخلي داك الذكريات في الجروب. لا سيدي راه كيقلب قال لك انا بغا يتزوجك عليه. اييه اش بغيتي المواصفات؟ متوسطه. كيفاش متوسطه؟ اش بغيتي في المواصفات؟ بيضه طويله قصيره سمراء ما طويله ما قصيره. اييه انت ما بينو بين نتايا ما سمراء ما بيضه ياك. اييه بينو بين. اييه سير ما زوينه ما خايبه ياك. اللي عنده هاد المواصفات تصوني على علي راه بنحط لكم الرقم تاعو. يسير شعرها بوتي صفر كحل ما صفر ما كحل توا دير زيفه دير زيفه. اي مزيان لا عندك سير صافي الله يجعل البركه. هادشي هو قول هنا صافي. بوتي تكون خدامه ما عندها فلوس ولا تحب بدله وكانت لبس عليها ياك من الاحسن. بلاش كاع لا لا لبس عليها بلاش بلاش كنت انا مخدوم عليها. وايلي زعما ما عرفت تكون لبس عليها ما فيها باس ما فيها باس. الا كانت لبس عليها وبنت عائله الدار وما فيها باس كاع لك العضاض. لا ما فيها باس ما فيها ما فيها باس. اللي عندها الدار ما فيها باس. الطوموبيله حتى هي الورد كاينه انا موجود ندير الورد. اي تكون عندها المهم فليس تبيعها الا عندها كاع تبيعها وبنو بها. اي ما فيها باس. المهم فيكم هاد المواصفات جاع لي راه باقي صغير. شحال في عمرك السي علي؟ 25 25 عام راه كيقلب جر كيقلب. انتم راه طويل ما بيض ما اسمر. انا عندها هسه ما عندي والو عندها الدراري. نعم كبير. اي بونبون كل ياك بوتي بونبون كل فيق من العشم بيوق لي هذا. كل بونبون كل اختي ياكل الحلوى وكل الحلوى واخا جايه ولدها. ايوا الى لهنا جات عندي كما شفتوا اختي مهدية طيبه بارك لي العواشر. من بعد ما فطروا كلشي تفطروا كنا غنتلموا في الفطور نكذبش عليكم. ولكن حاجبه مشات لصلاه العيد وعطلت الفطور. انا حطيت الفطور وولادي فاقوا فيهم الجوع وكاينه خديجه وكلشي جا الناس كيتسناو الفطور. هذاك ولد خالي وهي قالت لك يلا غتعمرتي. هي جات من صلاه العيد وبتعمرتي جاتني وقلت لها سيري فحالك فطري بوحدك حتى العشيه وشوفوا ولا نديروا الغدا مجموعين ولا نديروا الكوتي مجموعين اللي عجبك. المهم انا توت سويت انا ما نعطلش اون فوا اون فوا نفطر ولا ندير شي حاجه نجمع ديك الروينه محد باقي في الدم سخون. راه اون فوا تيبرد فيك الدم كتبقى لك الروينه هكاك مرونه. وبغيت انا الروينه داك ديال النهار العيد كتبغي كيجيو عندك العائله يلقى عندك الدار مرونه ولا ولا الا بغيتي تخرجي تكون الدار مرونه. اون فوا نسالي فطور غدا نجمع الكوزينه نغسلها نغسل الماعين اون فوا. المهم ما نتعطلش
نرى خديجة حيت كما راكم شتوها معيدة معايا، الواحد معيد معاك راه غادي يعاونك ياك فاهمي القضية. المهم عيدت معايا راه عاوتني جمعت المواعين غسلتهم دغيا دغيا وتسويت هادو كاع ما دخلتهم للماكينة حيت الماكينة أصلا كانت خدامة فيها المواعين. جو البارح كنت عمرتها وما طلقتهاش نسيت، وهنايا درت كانت جالسه مهديه غسلت الماعن من طوم مجمعين في نص الوقت الله يلاه بقات حدايا مجمعه معايا عاد غسلت نيت الماعن دغيا دغيا دوزناهم مع العام هنا مجمعنا والله ما بقيت عاقله كاع اش درت. ممكن غسل في الماعن غابيد غنتفك منهم انا كنخاف هاد الماعن يتجمعوا عليا اكفاس حدا تجمع عليا الماعن. الوقيته ديال الغداء المهم انا درت شي بواشيط راشتوني ديجا البارح كنت قدهم هنايا في البواطا حطهم في الثلاجه باش كتبقى فيهم كتدخل معاهم ديك العطريه مزيان كيبنانو انتو كيولوا هشاشين. ودابا غادي القطعه ديال الغدا قلت لخديجه دير حيت خديجه كيفاش تورا بعيده معايا حيت وحده في الدار كاينه شما قلت لها ديري سلطه وانا ندير قطيبنات هكا ناكلوهم بعدا ونشوفوا ديك الساعه الا بغينا الطاجين نزيدوه ما فيناش الجوع راه صافي غادي ندير باني غير بالقطبه نطل تل القطعه ديال تندير الطاجين. دابا راني ندير غير قطيبنات بعدا انا كنمشي عليهم اصلا انا كاع ما بغيت القطبه راه هي قال لي ماما جيب لي القطبه جيب لي القطبه عرق القطبه وخديتهم ليه انا ماشي قال لي انا ما عنديش القطبه انا ما عنديش ما دفعتش الحم انا ما عندي ما عندي مع الحم ايه قال لي ماما بغيت القطبه جيب لي القطبه وخدهم ليه ايوا وانا كندير سلطه يا مولانا سلطه سلطه لا ما كاين سلطه لا لا عندي انا انا ندير سلطه مع غوكان انا ندير سلطه شكون راه كاين غير انا واياد وخوها الصغير صافي حنايا ويليان يعني الا كان اللحم هشيش الا كان اللحم طري راه غادي الا كان فتي بحال الطاجين ديال البارح شتي كي طايب مزيان راه كلاه البارح. اما الا كان قاصح عليه كي غير كيسمو كيرميه ما كياكلوش بعدا طيب العيد عيد صغير عيطت معاك انايا انا ما حسيت دابا عليك ما كاينش راجلي ما كاينش اما ما حسيت بتاعي دابا انت شويه هذا ولكن قدك زعما هضر معايا اختي وهما خوتي هما عارفين ولا هما عارفين واش انا منعيد بلا ما هما مالفين انا ما مالفاش نعيد بلا ما عليكم هم حقهم لا هما لا شي بحالي اي ولكن هما هما تعيط لي اختي الكبيره تهضر معايا العواشر وكنقول ايه ما كاينه ما مسكينه اللي مولفه نعيد معاها واخا كتنقر واخا تعير ماشي مشكل المهم ايه نصبر اش غندير دائما اصلا كنصبر مثلا حياتي كلها وانا صابره الام ما كتقول ما كتقول فيها نقير فيها نقير ما كتضرب ما شاف نقول راه ما كتضرب قلت لها الحصافي وشويه تاع زيت العود صافي تدي لها كتقول لها واخا تضرب امك راه ما كاينش بحالها جيبي لها رحت انا ما كاين بحالي كاع يلا لقي لي تاعك بحالي واخا واخا مو يوم مو 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 حق ربنا انا مو 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 يبقى في مو 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 تبارك الله عليك الله يعطيك الخير بنيتي مهلية فيا فهمتي انا ما بغيت حنان انا ما تبوسي ما تعنقني كاع حنان هذا تبارك الله عليك الوحده حنينتي الوحده غير دابا بحال هي اللي دار شي حاجه اعترف يقول لك ايه والله العظيم بنيتي والله العظيم انا مهلية فيا الله يخلف عليك الله يعطيك بنيتي الخير ايه حق ربي مهلية فيا مهلية في خوتك الواحد غير يكون هو كونيسون عرفتي لا غوني كونيسونس هي الواحد يعترف بالجميع احنا ما زعما نجمل عليك باش انا ما كنجمل على حد مي غير واحد يعترف بالجميل ولو مره في حياتي يعترف بالجميل ولو مره في حياتي يعترف بشي واحد وانت تعترف بالجميل تلاقي كبرت داك هذا على انا قلت لها شي حاجه لا انا جيت وقولي حيت كبرتني وحيت والداني حيت مو كبرتني واخا تدينا واخا تهلا راه حيت مو كبرتني ورباتني راه داكشي علاش كندير معاها هادشي ماكو كنت ما راه ما نهضرش معاك ماشي مو فهمتي واخا ديري التعيين وهذا دير داكشي دارت لي واخا تقول لها هي فيها دايها راه ما تديش ما رد ليها والو هي ما رد ليها والو هي فهمتي انايا قلت لكم وكتهضر معايا ديك اختي الكبيره وتقول لي مبارك واش كناري جاتني البكيه حق الله كنقول كاع ما كاينه امي تعيد معانا ناري هذا العيد عيان ما كاينه فيه امي الحمد لله هي مرتاحه في كاينه الحمد لله بدي راح دور دور
بط رحت ولادها كاملين لي ويه الطور ما راسها تفوج ماشي مشكلة بعدها هنا ولكن جسوي سوء انها يتايا تبى تكون يتايا العيد العيد في المغرب ماشي هو العيد عندها تم ماشي نفس الشيء وخما وخما تخرجي قاعد تدوري وخا المهم الاجواء ماشي هما الاجواء فهمتي نسيك انا كل شيء بط خاطر ولادها تمشي عند هذا وتمشي عند هذا ما اكبر مره كتبغي دير الخاطر لشي حد وكتخسر الخاطر ديال الاخر فهمتي باش ترضي الاخر تخسر الخاطر ديال الاخر الواحد الا غلط نقولها لي فوج وغالطه ولد الناس ايه انا بعدا ولادي الا كانوا فيهم الغلط غنقولها لهم ولي غلطه ولدي ما كاش عليك دير بحال هكا والاخر كذلك الا غلط ما ديرش بحال هكا فهمتي توا خديجه كطيب قطي بنات فوالا وحياه خصكم تنتفات واختكم حياه تنتفات اختي تنتفت انا مع البرد والشقاء انا حدا دف مزال صبري وهذا صبري صابره انايا ولك العكركم باقي يوم فري يوم ما كاينش الريجيم جا ما كاينش ردوا البال هذيك بتاتا هي المهم ما تسمعوا الصداع والارارا انا عند الهديه هادشي عندو عند الكوتي العقبيه ها حجبه سمعوا شي حاجه راه اختي دابا ما سمعوا والو حيت ما زعما هادي ها 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 باش غنشرح لكم شنو واقع باش ما تخلعوش هنا راه تلمينا عند اختي مهديه كل مره ما كنتلمو عند واحد تلمينا حنا كاع خوتي اللي كاينين مشينا عند اختي مهديه درنا عليها قلتي لي عنده شي حاجه في الدار جابها راه كاينين اللور مورايا عرام راه حنا كثار تبارك الله غنوريتكم شحال راه شي 20 واحد تما ولا 30 واحد من مومين ما وريتكم والو المهم جمعنا القوتي كلنا مجموعين وتعقبينا